كلمة تحكي للناس اللي تعجبها في المعنى. في معنى قصيدة بعنوان أنثى بلا نهايات. منذ أن غسلت جسدي في سرابي ورحلت على هودج الضياع، صرت نشفة تعميم أوهام المتيمين. لوجهي الآن هوية أخرى، لأصابعي اسم التفاح، أحمل ثمرة البدء فيا كأنثى بلا نهايات. والحكم القديمة تأتي كي ينهث الانتظار في زواياي. أقبع في تراكم الصدمات متوجسة فراغات مشبوهة. لا أجيد الكلام إذ ترثني الأصوات ويعود الصدى لهوة السؤال. هل لي أن أشد قطاع الهزائم بأضلعي وأعد شهقات الليل لشموع الكالة ولحمامات أثارتها فجأة في لذة ماكرة؟ الآن لي جنون تمرد على الرغبة، لي صور كقبلات منسية، الشفاه توشحت بالهذيان، ولي عمر كذئب يتهم ما سقط من غفل الخطية. كأن الريح أستدرج دموعي لأكون مطرا حينا وحين نارا وعطشا. من أتى دون صورة تعكس براءة الشياطين؟ أنثى تخاطب اتساعات الشهوة حين تتلوى خطوط جسدي من حنين. افترش الصمت هناك عند الحب المبلل كشجرة الميلاد. بئر مفتوحة بقوافل التمني، وسامة يوسف تغرق النار. قميص عند المشهد الأخير للولاء، تفاحات تسيل بين الأصابع، لا شيء سوى الأنثى تسقط للريح وتقوم في الذاكرة. كلمات